السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد من التحدي بتاعنا، وعايزين نشدوا الهمة شوية وان شاء الله كلنا نوصل لهدفنا. انا عارفة ان الجو ساقع طبعا اليومين دولي برضك، فنحاول نفطر فطار يكون مشبع. النهاردة يومنا هيكون في وجبتين نشويات في الفطار وفي الغداء، وهحاول برضك ان احنا نخلي اليوم كده يعني مشبع ان شاء الله. النهاردة ان شاء الله انا هفطر زي ما شايفين 2 توست عملتهم بطريقة الفرنش توست. انا كنت عملته معاكم قبل كده في فيديو، هسيب لكم اللينك. هي سهلة قوي، انا بجيب توستتين وبحط بينهم جبنة قريش عشان تبقى صحية، وبحط كمان التوست. بعد ما احط جبنه القريش بحط بيضه ونص كوبايه لبن، وبربها مع شويه فانيليا او قرفه، وبحتاج احط فيها التوست بالناحيتين. بكون جايبه طاسه غير لاصقه فيها قطعه زبده صغيره، وهبقى امسحها كده واحطها على الناحيتين، وبتيجي احط عليه رشه عسل، وديت عباره عن نص موزاية مش موزاية كامله، واقل يعني معلقه صغيره من الرمان. تمام. طبعا قبل ما بناكل هي حاجة بنشرب المية زي ما احنا متفقين مع بعض. انا دي ازازة مية هشربها. هنبتدي بقى بقطعه طبعا زي ما انتم شايفين. بصوا بيبقى جميل جدا، والله بتبقى وجبة كمان مشبعة. شايفين اهي، بصوا شكله قد ايه، بيبقى شكله جميل وفي نفس الوقت طعمه حلو جدا. شايفين جبنة القريش اهي جواه، بالنسبة لنا كده هتبقى وجبة حلوة جدا ومشبعة. اشوفكم ان شاء الله بعد الفطار على السناك، وممكن نشرب معاه كوباية شاي سادة او كوباية شاي اخضر براحتكم. تمام. زي ما احنا شايفين حبايبي، ده ان شاء الله هيكون السناك الاول بالنسبة لي، هو كوباية شاي عادي احمد تي، ومعاه هيكون 7 لوزات، ممكن ناخد سوداني، مكعبين شوكليت دارك. وده هيكون اول سناك بالنسبه لي. قبليه الميه، ما انساش الميه، ونحاول نشرب سوائل على قد ما نقدر عشان الجو بتاعنا الساقع دوت. وان شاء الله نقابلكم بقى على الغدا. ده حبايبي هيكون غدايا النهارده. غدايا عباره عن مكرونه فيتوتشيني بالجمبري بالصوص الابيض. طريقتها سهلة قوي وما بتاخدش وقت، وبتبقى لذيذة قوي كمان. وعملتها بردك صحية، بدل الدقيق الابيض عملتها بدقيق الشوفان، طحنته وعملتها. وقبلها طبعا هشرب قبل وجبة الغداء كوبايتين مية. كمان عملت السلطة دي، بتبقى حلوة قوي ومشبعة. هي عبارة عن تفاح، اي نوع تفاح، بس هو بيفضل بالتفاح الاخضر، بس انا عملتها زي ما انتم شايفين كده بالتفاح الاصفر، ومعاها كابوتشي، ومعاها كرنب احمر، ومعاها جزر كله مبشور، وبحط عليها دريسنج عبارة عن معلقة زيت زيتون وليمونة كبيرة وملح وفلفل اسمر، وبتتقلب، بتبقى يعني سلطة بجد. يعني عارفين لو خدناها كمان كسناك كده تبقى طعمها حلوة قوي. طبعا التفاح بيديها طعم، وفي نفس الوقت بتبقى سلطة لذيذة. ده كده ان شاء الله هيكون غدايا النهاردة، اتمنى ان هو يعجبكم. وبالنسبة للمكرونة انا ان شاء الله هعملها الفيديو، هيكون هينزل ان شاء الله، وشوفوا طريقتي فيها. ما بتاخدش بالظبط 10 دقايق، وبتبقى صحية وخفيفة باللبن خالي الدسم، فبتبقى لذيذة قوي. اتمنى يا رب الغدا يعجبكم. طبعا عندنا بدائل، ممكن اي نوع مكرونة، مثلا رز، يعني اي حاجة من النشويات، عيش، وأضيف معاها بقى اي بروتين، قطعة لحمة، فراخ، ممكن بيضتين، ممكن فول، مش مشكلة طبعا، اي بروتين، بروتين نباتي، بروتين حيواني. وهندخل طبعا معاه ما ننساش طبق سلطة او خضار سوتيه او خضار معمول عادي خالص بالصلصة بتاعنا. وما ننساش السلطة، عشان السلطة هتشبعنا. وبناخد بقى كمية حسب طبعا وزننا، من اللي هو الاوزان مثلا تحت من 60 وطالع بياخدوا حوالي 4 معالق 5 معالق، فوق 100 طبعا هناخد حوالي من 6 ل 8 معالق من الرز او المكرونة. انه اتمنى يا رب اليوم يكون عجبكم، ونكمل يومنا على خير ان شاء الله، واقابلكم على السناك. وزي ما احنا شايفين حبايبي، ده ان شاء الله هيكون بالنسبة لي العشاء.
طبعا انا ما خدتش سناك بعد الغداء لاني شربت سوائل كتير، فكنت بقى خلاص مش محتاجة السناك. شربت شاي اخضر وشربت قرفة، فقلت بقى خلاص اخلي بقى العشاء بالنسبة لي زبادية زي ما احنا شايفين، وهاكل معاها برتقانة. اتمنى يا رب اللي شاف الفيديو وعجبه واول مرة يشوف قناتي يشترك وينورها ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، ولايك وشير كل اصحابنا. نتقابل ان شاء الله على خير مع فيديو جديد وتحدي مستمرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.